بقول لك ايه، تعالي تعالي. مش انت البنت اللي كانت مع زينات؟ ايوه. تروح على فين كده؟ مفيش، كنت زهقان قلت امشي رجلي شويه. وماله؟ تعالي اركبي وانا اوصلك اللي انت عايزاه. توصلني فين يا باش؟ اذا انا نفسي ما اعرفش رايحه فين. اركبي بس، هنتكلم كلمتين وفكرني انت عايز تروح فين. اركبي اركبي يا بنت اركبي. ماشي. ايه ده، انت بتشتغل في المولد؟ مولد ايه يا باشا؟ خلاص المولد اتفض، البلد واجعه في موته وصاحب الموته كبير، ولو دقينا طبله ولا رك هيرمينا كلتنا بره البلد. الله، امال بتشتغلوا ايه؟ قلبناها سهرايه، يعني حاجه كده على الضيق، اهو اللي يجي ياكل حاجه يشرب حاجه وانا هزلي هزتين وخلاص. لا انت بتعرفي ترقصي؟ امال يا باشا. طب ده انا علي هزه وسط في مرة في مصر كلها تعرف تعملها. طب ايه رأيك بقى؟ أنا نفسي أتفرج. ابقى تعال. أجي؟ أجي فين؟ أقعد في وسط الناس وأتفرج عليكي؟ أمال هتتفرج عليا إزاي؟ في البيت عندي. يا لهوي يا باشا. يا بنت ما تخافيش، أنت هتنبسطي قوي، واللي بتاخديه في الليلة كلها أنا هديهالك وأكتر. لا يا باشا، الكلام ده أنا ما أحبوش. اللي عايز يتفرج عليا يجي لحد عندي. اسمعي الكلام بس، انا اصلا محضر لك مفاجاه، بكره عندي البيت فاضي وعايز اتفرج عليك على رواقه. قلت ايه؟ افكر. تفكري؟ خلاص فكرتي انت خلاص. يا ست محدش جاي، محدش راجع. معلش اصل صوفا ممكن يجي لك. على صوفا مين؟ صوفا مين؟ ان شاء الله ياول. انا مالي ومال صوفا. صحيح انت كنت بتعرف زينات دي من زمان؟ ايه اللي جاب سيرتها دلوقتي؟ الله يخرب بيت مخك. عايز اعرف. اعرف ايه؟ يعني اصلا سمعت كده انك انت كنت بتحبها موت زمان. حبي تعرف حبي. بس قولي صراحة، أنا عايزة أعرف إني ليك أنت شكلي. آه يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا بس عمر قصي بلاش. صدقت بقى أنا بعرف أرقص؟ أمال يلا. انت مفيش فايدة فيك ابدا؟ ايه؟ عملت ايه؟ هتفضل كده طول عمرك تجري ورا عالم الزبالة الشحاتين دول؟ يا اهلا وسهلا، الوجه الجديد ده؟ خش جوه. نعم. الله ينعم عليكي. دي مقابلة برضو يا جبرية؟ يا اختي ده المثل بيقول لقيني ولا تخديني. قال وانا جاي اقول لك خبر حلو زي وشك كده. امشي طيب بره قبل ما اخليهم يطردوكي. يطردوني؟ ليه؟ ده انا هقول لك خبر يشرح القلب. حسن جاب ولد وسماه عبد الله. عبد الله يا جبرية، عبد الله.
تصدقي يا جبرية، أنا كنت فاكرة حسن هيرجع في كلامه ومش هيسمي الواد عبد الله. أه والله، بس الواد حسن ده طلع راجل وجدع. أول ما بص في وش الواد قال لي صدقي يا أم كريمة، ده شبه عمي عبد الله تبكي الأصل الله يرحمه. والله مروان يا حبة عيني مروان، أول ما شال الواد كده وخده وبص في وشه وقدن في ودانه، الدمعة كانت هتفر من عينيه. جدع وراجل مروان ده، برغم الأزمة والضيقة اللي هو فيه، بس قال لي يا أم كريمة أنا هتبع عجلين. أو والله عجلين، واحد لعبد الحكيم الصغير واحد لعبد الله الصغير. عرفت تربي يا جبرية؟ أو والله مروان ده راجل وسيد الرجالة بصحيح. مروان مين؟ يا أختي نسيت ان انت قلتي مروان مات ولفتي البلد كلها وخدتي في العزا. يا وليا يا قادرة، حد يقول على طنا كده؟ ده احنا بنقطع من لحمنا عشان خاطر ولادنا، بنتنفس عشان هم يعيشوا، وكل ده عشان ايه؟ عشان قالك اطلعي بره يا جبرية من البيت الكبير. يا اختي وفيها ايه؟ ما انت قاعدة في بيت زي الفل اهو، شرح برح واشرح القلب. يا ساتر يا رب يا وليا، ده انت رجلك والقبر. بالك يا كريمة، بعون الله انت ومروان انا هدفنكم بالحياة. مروان يا حبيب قلبي، ده ترمى في صدري كده وكان بيعيط وقال لي أم كريمة انت أم اللي بجد، انت صدر الحنين اللي هي مش أم جبرية قالت ان انا موت. جبرية كمان بالنسبة لي ماتت وشبعت موت. ده انا هقطعكم بسناني انت وهو يا كريمة. تعالى يا مروان، تعالى يا حبيبي، شوف امك عايزة تعمل فيك ايه، هتقطعك بسنانها يا مروان. انا ماليش غير واد واحد، حسن. ما هو حسن ده يبقى جوز بنتي ابو عبد الله الصغير. سيبك بقى من وجع القلب ده، بقولك ايه، مروان الله يحميه تبع حجلين، ما تيجي تحضري العقيقه عشان تاكلي الكبده النيه. ولو ما جتيش يا جبريه انا هجيبها لك لغايه هنا اهو، تقعدي تقرقشي في الكبده.